السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شوي. طب احنا ما شاء الله قطعنا شوط كبير بمادة فرنسي واحد، بس قبل كل شيء تمام، احنا كنا واصلين لغاية اللي هي صفحة تمام. لحظة شوي، احنا كنا واصلين لغاية صفحة 22 تمام، يعني مش ضايل عندنا 12 صفحة، ان شاء الله بنخلصهم بسرعة. الآن يا جماعة في عنا، بس قبل ما نبدأ، أو الآن احنا خلصنا صفحة 22، في عنا صفحة اللي هي 30 و 31، راح ناخدهم نحكي عنهم الآن. صفحة 30 و 31 هذول بتعلقوا بالمذكر والمؤنث للجنسيات والمهن تمام. الآن بس أنا بطلب منكم، احنا حكينا على المودل، في عنا تاسك 1 وفي عنا تاسك 2، وفي انا بدي اعمل تاسك 3 مثل ما عملت للسنة الماضية ومثل ما عملت لمادة فرنسي 2. التاسك 3 حيكون عبارة عن فيديو لمدة دقيقة او دقيقتين فقط، انت بتعرف عن نفسك فيه، يعني بقدر الامكان احكي قد ما تقدر عن نفسك، يعني انا اسمي هيك، اسكن في المكان الفلاني، ادرس هيك، مثلا بحب هيك، بكره هيك، يعني كتير شغلات بدك تحكيها عن نفسك. بالنسبة لي يحب او يكره، في عنا على سبيل المثال الفعل ايمي معناها يحب تمام، بتحكي على سبيل المثال جيم وبتحكي اسم الشغلة اللي بتحبها، جادور انه انا شو هي الشغلة اللي انا بكرهها، وطبعا جو ديتست شو هي الشغلة اللي انا بكرهها تمام، هل بعشقها، الدوغي معناها يعشق تمام. في عنا مثال على سبيل المثال، في عنا هنا واحدة اسمها فاطمة فايز في صفحة 29، هذا حد بيحكي عنها، حاول تقلد الموضوع هذا، لكن ايه انه فاطمة فايز حد بيحكي عنها، فبنحكي عنها كضمير غائب، لا انت حاول تحكي عن نفسك انت. فالان اللي بده يصير لما انت تيجي تعرف عن نفسك، طبعا اول شيء بتحكي اللي هو اسمك، وبعد كده بتحكي المهنة، وبعد المهنة بتحكي وين ساكن، الجنسية تمام، وبعد الجنسية بتحكي العمر، وبتحكي بعدك الهوايات لو حابب تحكي شو انت بتحب يعني او شو بتكره، بعدك بتحكي مثلا اللي هو والدي بيشتغل هيك، والدتي يعني ماي فادر ماي ماذر، والاب معناها اللي هو بير مذكر هي تمام، اسف مذكر تمام، واللي هو لو بير طبعا او البير الاب، والام معناها مير، والاخ معناها خير، والاخت معناها سوغ، فبالتالي الاب مذكر، مير مؤنث، خير مذكر، سوغ مؤنث. الان بدك تيجي تحكي لي طيب يا ميسيو انا مداج احكي عن اختي او عن اخي على سبيل المثال، انا حضطر احكي ماي تمام، ماي اللي هو براذر، انا حضطر احكي عن نفسي ماي براذر، كيف بدي اجيب ماي باللغه الفرنسيه؟ انا بحكي لك كيف بجيب ماي. ماي باللغه الفرنسيه في لها ثلاث شغلات تمام، الشغله الاولى ماي اللي هي مو، والثانيه ما، والتالتة مي. طيب شو بيختلف؟ هلا انا ماي براذر، ماي سيستر، ماي بيرنتس، استخدمت ماي لكل الكلمات، بحكي لك بالفرنسي لا، كيف؟ اذا كان الشغلة اللي ورا ماي مذكر فبنستخدم الها مو تمام، اما اذا كان الشغلة اللي ورا ماي مؤنث فبنستخدم الها ما، اما اذا كانت الشغلة اللي ورا ماي جمع بنستخدم مي. على سبيل المثال لما بدي احكي ماي براذر باللغة الفرنسية بجي بحكي طبعا كلمة فخيخ مذكر، فبدي اجي اكتب مون فخيخ يعني اخي تمام. لما بحكي ماي سيستر، ماي سيستر تمام، الان سيستر مؤنث، فبالتالي بما انه هي مؤنث فبدي اجي احكي ما سيغ تمام. طيب لما بدي احكي باللغه الانجليزيه ماي بيرنتس انه والداي، فبيرنتس جمع، فبجي بحكي مي بارون تمام. اوضح لكم اياها كمان مره اصح، اوكي. ماي لها ثلاث كلمات بدائل، اوكي، اللي هو مو ما مي تمام. مو اذا في عندنا اللي هو مذكر، وما اذا كان في عندي تمام مؤنث، وطبعا مي اذا كان عندي جمع تمام. اوكي، على سبيل المثال هو انا باجي بعرف عن نفسي، باجي بحكي مثلا من ضمن الجمل راح احكي مثلا جبيت، انا اسكن غازة، انا اسكن في غزة. ممكن تيجي تحكي عن اخوك ما بيسكن في غزة، تيجي بتحكي مون فخير تمام، يعني مون فخير اللي هو على وزن ايل طبعا، مون فخير مثلا ابيت، اوكي، مثلا خان يونس او رفح
تمام؟ هيني حكيت جملة عني وجملة عن أخوي، فأنت هيك بإمكانك كل الشغلات هاي اللي أنت حكيتها عنك، تمام؟ بإمكانك تحكيها عن واحد تاني من أفراد العائلة، مثلا أبوك، أمك، أخوك، أختك، فبالتالي بيكون عندك تعريف كبير. الآن شو كيف بدنا نعمل نعرف عن أنفسنا؟ تعرف عن نفسك يعني اللي هو بالطريقة التالية، على سبيل المثال أنا بدي أحكي عن نفسي. بونجور، جو مابيل زكريا شهاب. Je suis professeur de français. Je parle, أتكلم يعني. Je parle l'arabe, l'anglais, le français, l'arabe, l'anglais, le français. J'habite à Japalia. Je suis marié, le social status, يعني أنه أنا متزوج. Marié, هنا معناها اللي هو متزوج. ومتزوجة معناها marié. وcélibataire معناها نعزباء. تمام؟ أو أعازب. تمام؟ فبالتالي ممكن تحكي انا بحكي عن نفسي جو سوي ماري جي عندي مثلا عندي 4 انفون عندي 4 اطفال تمام انفون جي 4 انفون تمام ما فام ترافاي ا لوبيتال زوجتي تشتغل في المستشفى الي دونتيست مثلا هي طبيبة أسنان كن أجي أحكي عن نفسي مثلا جو سوي بروفيسور دو فرونسي إنه أنا مدرس لغة فرنسية جو ترافاي على لونيفرسيتي بشتغل في الجامعة تمام ميزامي أصدقائي تمام ميزامي إيم لو فوت أصدقائي يحبون الكرة القدم لو فوت اللي هي معناها كرة القدم تمام فأنا بإمكاني أحكي بالشكل التالي كتير يعني شغلات لو في حد منكم مثلا بده معنى جملة معينة يا ريت بس مش على الخاص على العام لأنه كتير صارت المراسلات على الخاص فبإمكانك تحكي لي شو معنى الجملة الفلانية على العام فأنا بكتب لك إياها على السريع فبالتالي كيف راح تعمل الفيديو هذا الفيديو هذا يا جماعة راح أحط عليه تقريبا من 30 تقريبا أو 40 درجة راح أقرر كم درجة أحط عليه حسب حاجتي للعلامات الفيديو هذا بدك تصور نفسك سيلفي تمام عشان تأكد أن أنت اللي بتحكي تمام بدك تصور نفسك سيلفي وانت طبعا بتحكي الجمل هاي ممكن تكون جمل انت ماسكها في ورقه مثلا او ممكن تكون حافظها عن غيب ما في عندي اي مشكله لكن انت بدك تصور نفسك سيلفي وتمام والفيديو يكون لمده دقيقه او دقيقتين بالكثير لو مد معك مش مشكله لكن انا افضل لحتى اقدر يعني اطلع على جميع الفيديوهات فافضل انه يكون دقيقتين بالكثير الآن الصوت يكون واضح بالفيديو زائد الصورة طبعا تكون صورتك واضحة في الفيديو زائد الأهم شغلة إنه الفيديو يكون مرفوع فقط على اليوتيوب غير اليوتيوب رجاء ما ترفع لا تبعت لي خاص على التليجرام ولا على الواتساب ولا أي حاجة فقط على اليوتيوب حتى على جوجل درايف ما ترفع لي لحتى اليوتيوب هو بصراحة أسرع لي إني أفتح اللغات فالآن أنت لما أنا أرفع التاسك أنت بتحط رابط الفيديو وخلص تمام هيك بنكون انتهينا لو في حد منكم مثلا بيحكي مسيو انا ما بقدر اصور حالي او انا مش حابب اصور وشي هذه بتكون حالة استثنائية يعني ممكن اتقبل واحد او اثنين او ثلاثة بالكتير يعني انه حدا مش متقبل انه يصور حاله هذا الشخص طبعا بامكانه شو يساوي يكتب الشغلات على ورقة تمام يكتب الشغلات اللي بده يحكيها على ورقة تمام كلياتها اوكي وهو بيكتب الشغلات طبعا بعد ما يكتب الشغلات على ورقة يقرأها ويصور صورة الورقة طبعا يعمل فيديو وهو يعني على سبيل المثال بيعمل سكرين ريكوردر للجوال والشغلات مكتوبة تمام او بصورهم زي ما انا بصور هيك يعني صور فيديو زي ما انا بصور تمام يعني مثلا انه انا اسمي هيك اسكن في المكان الفلاني جابيت جو ترافاي جي كاتخ فخير مثلا جيم لوفوت جيم مثلا لوسبور احب الرياضه يكون كاتبهم ويحكيهم صوتي فيديو مش ملف صوتي فقط ملف فيديو يكون مصور الكلام اللي بده يحكيه وطبعا يحكي لكن انا افضل انه الشخص يعرف عن نفسه يعني مصور نفسه بكون افضل كتير بصراحة تمام هذا بالنسبة للتاسك رقم 3 ان شاء الله واحنا قربنا للنهائي تمام عشان هيك بدي اياكم تركزوا معي منيح 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 من اليوم طالع لحتى نحكي عن اللي هي طبعا مواضيع النهائي ومواضيع النهائي ان شاء الله راح تكون يعني سهلة وماخذينها يعني 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 قادرين نتحكم فيها اليوم راح نحكي عن صفحة 30 وصفحة 31 مثل ما ذكرنا سابقا حنحكي عن المهن والجنسيات والمذكر والمؤنث منها لو احنا اجينا على الميكانيكي مثلا ميكانيكي طبعا هي اول حاجة هو مذكر فبنحط ان تمام ميكانيسيان هي شايفينها الخط صغير ما بعرف واضح ولا لا هو هذه هي ميكانيسيان مكتوب هنا تمام هي مي كا نيسيان اللي هو ميكانيكي
لو بدك تحكي ميكانيكية بدك تحط هنا اي وتضيف هنا ان او، احنا عارفين ليش كيف قاعدة التأنيث اللي بتصير عندنا. تمام، اللي بعدها ان من ويزيي، لما تشوف الحرفين هذول باللغة الفرنسية هذه وي، تمام وي، لما احنا حكينا هيك شايفين من، من ويز الاس طبعا لانه في وراها اي فبتصير زد، من ويزيي، من ويزيي الاس اي اي ار بصير زي، تمام زي، فبالتالي ليش بصير انه في عندك اي في المنطقة، فالان بصير من ويزيي معناها اللي هو طبعا ايه اللي هو العامل. الان نيجي على اللي بعدها ان كويزيني، كويزيني معناها طباخ، وطبعا اللي بعدها ان بومبي اللي هو عامل اطفاء، بومبي تمام، بومبي عامل اطفاء تمام. اون سكرتير يعني سكرتير، سكرتيرة. اون انستيتوتريس معناها مدرسة. ان بيلوت معناها طيار. اون دونتيست معناها طبيبة اسنان. ان شيروجيان معناها جراح. اكتب لكم اياها، ان شيروجيان معناها طبيب جراح، عزيز الله اكبر. ان اجون دو بوليس يعني ان هو ايش، بوليس ايجنت تمام، ان اجون تمام دو بوليس اللي هو بوليس مان تمام. طيب ان فاكتور، ديروا بالكم كلمة فاكتور، ها ركزوا معي، فاكتور معناها ساعي بريد، ولكن في عندي كلمة بتشبهها اسمها اون فاكتور، معناها اللي هي فاكتور معناها اللي هو لما ايش اسمها، لما تشتري حاجة وبيعطيك وصل فيها، هذه بنسميها فاكتور، هذه هي شايفينها فاكتور معناها اللي هو الوصل الضريبي او الوصل المشتريات تمام. فهاي بنسميها فاكتور اير، لكن فاكتور زي طبعا معناها ساعة البريد، ولها معنى تاني اللي هو لو فاكتور معناها احد العوامل، العوامل فاكتورز باللغة الإنجليزية، فإلها معنيين، هاي إلها معنيين وهاي إلها معنى واحد تمام. معنيين هنا اللي هو ساعة البريد وطبعا العامل تمام. ممكن نجي نحكي لي فاكتور العوامل تمام التي تؤدي إلى كذا كذا. اون فاكتور معناها اللي هي مش الضريبة، الوصل تمام. الآن في عندنا كلمة ان بلومبي مش بومبي، ركزوا معي، في عندي كلمة بومبي أخذناها قبل شوية تمام، بومبي معناها رجل إطفاء، شفتوا كيف يا جماعة، بومبي معناها إيه، رجل إطفاء، لكن البومبي لو حطينا لها ال هنا تمام صارت بلومبي، بلومبي معناها طبعا لكن بالبي، طبعا آسف بالبي مش بالبي تمام، لو حطينا لها ال وهذه حطيناها بالبي فبتصير معناها اللي هو مواسيرجي أو السباك تمام. فالفرق بينهم الأولى بومبي والثانية بلوم بي تمام، اللي هو الثانية سباك والأولى رجل إطفاء تمام. طيب عندنا ان اكتور معناها ممثل، ان ميوزيسيان معناها يعني الموسيقارية أو بتشتغل على آلة موسيقية، ان غارسون دو كافي اللي هو الجارسون اللي بيشتغل في القهوة. طبعا هنا بالنسبة للمهن بيجي بحكي لك في عندنا بعض المهن تمام للمذكر والمؤنث نفس ما بنغير فيها أي شيء، يعني ولا حتى الان والان تمام. على سبيل المثال ان ميدسان بتدل على كلمة طبيب وطبيبة بدون حب، ما فيش عندنا حاجة اسمها اون ميدسان، لا لا لا، ام ميدسان معناها طبيب، ويعني بتيجي للمذكر والمؤنث طبيب وطبيبة تمام. ام بروفيسور كلمة بروفيسور بتنفع للاستاذ والاستاذة وحتى بالمذكر وحتى بالان مش بالان تمام. ان انجينيور معناها مهندس، بالان ما بنغير اي شيء تمام. ان اكريفا معناها كاتب وكاتبة نفس الشيء. فهاي الاربع صفات يعني تنفع للمذكر، المهن تنفع للمذكر والمؤنث بدون تغيير لا السفكس لا النهاية ولا طبعا اللي هو الارتيكل انديفيني تمام. طيب نيجي رقم اثنين، هاي الصفات يعني هاي الصفات ما بنغير فيها اي شيء لحتى تصير مذكر او مؤنث ولا شيء، هاي الصفات بنغير فقط اللي هو الارتيكل ديفيني الان والان. كيف يعني؟ يعني على سبيل المثال ان جورناليست اللي هو صحفي تمام، صحفية للمؤنث بنحكي اون جورناليست تمام، واضح اون جورناليست. فاللي بصير عندي هنا يا جماعة يعني مش عارف القلم خطه مش واضح، نشوف قلم تاني
أوكي، خلينا نخلص عندنا خلص المحاضرة الآن. الجزء الثاني من الجنسية من المهن هو بيتم تأنيثه وتذكيره فقط بالأختيك الأندفيني اللي أو اليون، أما الكلمة بضل مثل ما هي. أما الجزء الأول فما بنغير أي شيء، نفس الكلمة وأداة المذكرة بتاعتها تنفع للمذكر والمؤنث. طبعا في عنا جورناليست اون جورناليست، في عنا ان سكرتير هي نفسها اون سكرتير، وعندنا ان ارتيست نفسها اون ارتيست، ان اركيتكت او اون اركيتكت يعني، تمام. فالكلمه ما بتتغير، بنغير فقط اللي هي طبعا ايه، بنغير الارتيكل اندفيني. اما بالنسبه للثالثه، النوع الثالث من المهن، طبعا هاي النوع الثالث بنغير طبعا اللي هو السفكس وبنغير الارتيكل ديفيني. على سبيل المثال لما بنيجي بنحكي مثلا انكتور اللي هو ممثل، وطبعا بدنا نجيب منه ممثله، الان بتصير اون تمام، واكتور بتصير اكتريس. وضحت الصورة يا جماعة؟ ففي عندي ثلاث أنواع من المهن. المهن الأولى طبعا ما بنغير لا السفكس ولا بنغير الأرتيكل، بنغيرش ولا شيء، زي اللي هو طبيب. المهن الثانية بنغير بس اللي هو فقط الأرتيكل، الأرتيكل معناها اللي هو الإيش، الآن والإن يعني، تمام. وبالنسبة للسفكس أو السفكس ما بنغيره. المهن الثالثة طبعا هي الأكثر، إنه بنغير الأرتيكل وبنغير السوفيكس، تمام. فياريت تكونوا فهمتوا النقطة هاي. تعالوا نشوف على سبيل المثال، أن شونتور يعني مغني، طبعا مؤنث منها أون شونتوز، أن فوندور أون فوندوز بائعة، تمام. أن ميوزيسيان معناها موسيقار يعني، أو بيشتغل على موسيقية، أون ميوزيسيان. أن أمبلويي أون أمبلويي دو بيرو طبعا موظف في مكتب. الآن لما احنا نيجي نعمل لغز صغير بنحكي فراغ ترافاي يعمل دون في لوبيتال يشتغل في مستشفى. مين اللي بيشتغل في مستشفى من هدول؟ ممكن نحكي دونتيست، تمام، مو اللي هو ان تمام دونتيست او ان دونتيست، او ممكن نحكي ان ميدسان، هيا ان ميدسان تمام، او اون انفيرميير تمام. فطبعا احنا هنا ايه يعني، ممكن نعمل زي سؤال كذا يعني، نحكي مين اللي بيشتغل وين، يعني مين اللي بيشتغل دون تخبي معناها يعمل دون، وبنحط مثلا تياتر المسرح. مين اللي بيشتغل في المسرح؟ فاحنا هنا بدنا نحط فرق، فانت بتحط ان اكتور او اون اكتريس اللي بدك اياه. فهذا ممكن يكون سؤال، اجيب لك فراغات تخافاي دون واذكر لك المكان. على سبيل المثال السؤال الثالث، لو احكي لك مثلا اون فراغ تخافاي تعمل دون اون فارماسي، مين اللي بتشتغل في الفارماسي؟ هل هي بائعة؟ ولا هل هي صيدلانية؟ هي فارماسيان حتكون، هو صيدلانية تمام، فارماسيان تمام، أخذناها سابقا تمام. أكتب لكم إياها بخط واضح يمكن إنه ما ذاكرينها. فارماسيان هذه الصيدلانية تمام. طبعا موجودات المهن معظمهم هنا. الآن لو إحنا إجينا مثلا برضو في عنا بعض المهن، المهن هذول هم نفسهم اللي فوق تمام. اوكي، نيجي للصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها اللي هو عبارة عن الجنسيات، وان شاء الله راح ياخذوا معنا شوية وقت، خلينا نعمله في المحاضرة القادمة ان شاء الله اللي هي الجنسيات. تمام، بتشكركم كثير ويعطيكم العافية. السلام عليكم. 19 20.